الولايات المتحدة الأمريكية فيها الحقيقة مجموعة من الحوادث كده اللي حصلوا بتأكد على فكرة قلق الناس ورعبهم وعدم فهمهم لفكرة حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية. كنتاكي وإنديانا فيهم حادثتين حصلوا ورا بعض على طول، أعتقد الفرق بينهم كان حوالي 24 ساعة. تعالوا نعرف نص الخبر بيقول إيه في الشأن الأمريكي، إنه بعد إعلان الشرطة الأمريكية عن إصابة 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية وتحديدا في مدينة لويفيل، قالت الشرطة أنه تم نقل المصابين اللي كلهم من المراهقين للمستشفى لتلقي العلاج، وعدم تحديد الشرطة لأي مشتبه بهم مع استمرار التحقيقات. لكن اللي حصل زي ما بقول لحضراتكم إنه بعد أقل من 24 ساعة من حادثة إطلاق النار في كنتاكي، أعلنت الشرطة الأمريكية عن حادثة جديدة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار حدث في ملهى ليلي في ولاية إنديانا. وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار حدث في جنوب مدينة شيكاغو، وأن من بين المصابين شخص في حالة حرجة. ده الوقت يمكن اللي كان تم فيه الاتفاق داخل مجلس الشيوخ الأمريكي على وضع قيود على الأسلحة نتيجة الحوادث المتكررة لإطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية. زي ما بتقول يا منا، يمكن مجلس الشيوخ الأمريكي توصل لاتفاق بالفعل، ولكنه وصف بأن هو اتفاق محدود بخصوص حيازة الأسلحة، وده بعد تكرار حوادث إطلاق النار واللي أدت لمظاهرات في مناطق مختلفة من أمريكا. دي المظاهرات اللي رفعت شعار مسيرة من أجل حياتنا، واللي قرر الشباب المشاركون فيها أنها تمتد لواشنطن العاصمة من أجل دفع الكونغرس أنه يمرر قوانين أكثر صرامة بخصوص حيازة الأسلحة. الحقيقة أنه أغلب إن ما كانش كل الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية تركز وتناقش بكثرة هذه الأيام موضوع حيازة الأسلحة وفرض القوانين الخاصة بها. الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بمشروع القانون اللي بيفرض قيود على حمل الأسلحة، واللي اعتبروا خطوة مهمة من مجلس الشيوخ اللي وصل لاتفاق محدود حول حيازة الأسلحة. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع وعن حجم الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية في سياق العرض التالي.